في مباراه من المباريات انا كرئيس لجنه حكام بتفرج على المباراه وانا قاعد في اللجنه قاعد في البيت اي مكان يعني، وعندي تواصل مع الحكام على الجروب الخاص باللجنه. حكم العامل عنده حالات وفي المباراه سخنه يعني بين الشوطين، حكم عنده قرارات كويسه في المباراه اللي انا بتكلم فيها دي، بس مش هقول اسم الحكم ولا المباراه. والموقف الاول ده حصل كتير. قال له الحكم خرج بين الشوطين لقى بيريرا بعت له رساله بيقول له ايه، مباراه عايز اقول لك درجه صعوبتها عاليه جدا، هو انت رافع الشراب فوق الركبه ليه؟ انت بتتحداني؟ لا والله العظيم ده حصل. يعني هو ساب القرارات، انت عايزاني اقتنع بيه بشغله ازاي؟ لحظه بس يعني هو ساب القرارات التحكيميه في مباراه كامله، وانت بتقول ان هي من اصعب المباريات. مش شوط اول، شوط اول صعب وبيسالوا على الشراب. قال له كده بالظبط، قال له انت رافع الشراب فوق الركبه ليه؟ انت بتتحداني ليه؟ لان هو كان مدي تعليماته دي التعليمات اللي قالها على فكره من يوم ما جه، الشراب يبقى تحت الركبه، ما حدش يرفع الشراب فوق الركبه. هو سايب برضه شراب فوق الركبه يعني حته بس شويه. هو انا مش عايز اقف عند دي يعني، يعمل لهم ازاي اللي يعمل التوس بتاع القرعه يعمله ويمسكه بايده ما حدش يسيبه على الارض. ففي حد ده في المعسكر عادي، ده بيحصل عادي بتحصل يعني. ففي المعسكر قالوا له ده دي تعليماته هو، مالش حاجه تاني. دي التعليمات اللي ادها للحكام. والله ما بهرج، هو ده اللي حصل. لا ما تهزرش في وحياه ربنا هقول لك حصل ايه يعني. هقول لك حصل ايه، ده التطوير اللي بياخد عليه دولارات. الشراب والورق، الشراب والورق. ففي حد من الحكام بيقول له الكلام ده كان في معسكر، قال له طيب ما انا ممكن تقع مني غصب عني، قال له لا لما تتبلغ بماتش تتمرن عليها. تتمرن فعلا قال له كده. ما تهزرش والله والله ده فعلا قال اللي انت لا والله قال له كده. قال له اقعد في البيت اتمرن عليها عشان ما تقعش. لا ما تهزرش والله ده حصل في المعسكر. ايوه قال له اتمرن عليها. لا يا محمد لا والله ده حصل، ده حصل في المعسكر قدام الحكام. انا ما بقولش اسرار، فانا ما عنديش قناعات، ما عنديش قناعات بيه. تعالي بقى في المقابل يعني، انا ذكرت لك روزيتي رئيس لجنه حكام الاتحاد الاوروبي، الراجل ده انا اشتغلت معاه في الملعب وجي بيحضرنا هناك، وانا كنت ساعتها حكم عامل في دوري نجوم قطر وكنت مسؤول في لجنه حكام. كان بيدينا محاضره عن ايه؟ بصي بقى الفرق، بيتكلم عن الضغوطات اللي بيشوفها الحكم وكيفيه التعامل مع الاعلام، ازاي هتعامل مع الاعلام وازاي انت تجهز نفسك نفسيا مع ضغوطات الاعلام ومع ضغوطات الجماهير ومع الامور دي. وهو بيستشهد بده حكى موقف، بيقول انا حكم في ايطاليا، طبعا روزيتي معروف في ايطاليا، وقال لك احنا عندنا مافيا، عندنا الموضوع مختلف تماما عن اي دوله ثانيه.